الشغف احيانا ممكن يوصلنا للاحتراف، وهذا اللي صار مع ضيفنا اليوم اللي ترك الجنديه عشان يتبع شغفه في هندسه الميكانيكا ويحترف تصوير السيارات واصلاحها، لدرجه انه توج نجاحه بانه صار مالك لشركه سيارات في امريكا. خلونا نتعرف على قصته من خلاله هو شخصيا. اليوم ضيفنا في سيدتي، هلا وسهلا بك مهندس خالد بن شعيل. هلا وسهلا بك خالد. اهلا فيكم، حياكم الله وشاكر والله استضافتكم اليوم وحياكم الله. واحنا جدا مبسوطين انك تكون معنا اليوم. طبعا اليوم اولى حلقات برنامج سيدتي هذا الموسم، ما شاء الله. فما شاء الله انه تكون معنا في اول حلقه، هذا شيء جميل ومثري لنا ايضا. جميل. كلمنا عن بدايه عشقك للسيارات، كيف بدأ؟ بداية عشقي للسيارات، أنا كنت يعني صغير وكنت أروح مع الوالد لمعارض السيارات، وأبوي كان يحب يشتغل في السيارات وكان تقريبا تاجر سيارات. فيعني ترعرعت وولدت وأنا أشوف سيارات قدامي كثير، ومن هنا بدأ عشق السيارات وحب السيارات. طيب مهندس خالد، يعني كنت بالجندية؟ إي نعم. قرار دخولك الجندية كان منك؟ إي نعم، كان مني أنا. ولما انطلعت نفس الشيء؟ اي نعم، بلا صح انه كان في عسكريه برتبه جندي. اوكي. اي نعم، دخلت العسكريه في فتره من فترات حياتي. بعدها يعني عشان كان في ظروف ما تسمح لي اني ادرس، قويت نفسي، زانت اموري، ثم بعدها انطلقت للدراسه من جديد. طب ايش اللي خلاك تميل انك انت تصير مهندس سيارات وتبدا في مجال السيارات؟ انا في الحقيقه مهندس ميكانيكي بشكل عام. فما هو متخصص جدا في السيارات، لكن عندي عشق في السيارات كان دائم معي يعني. فلما وصلت لأمريكا كان في برضو عشق للسيارات الكلاسيكية القديمة المميزة. بديت من هناك يعني، بديت أشتري أول شيء سيارة سيارتين. بديت أعرض اللي عندي مثلا في الانستغرام إنه موجود سيارات في أمريكا، الناس بدأت تتابعني، بدأت الناس برضو تطلب إذا تقدر ترسل للسعودية الخليج بشكل عام. فمن هنا كانت انطلاقة يعني، بدينا نرسل الخليج، صار عندنا زبائن، صار عندنا متابعين. يعني زي ما احنا شايفين في الفيديو كادلك الكشف الكلاسيكي الرائع ده، هذا موديل كم ده؟ هذا كادلك موديل 78 الدرادو. طيب يعني احنا عارفين انك انت تحب السيارات ورحت امريكا وكنت بتدرس هناك هذيك الفتره. اي نعم كنت أدرس. طيب كيف بدات تجمع هذه السيارات الكلاسيكيه الفخمه؟ يعني هذه يعني تعتبر من النوادر، مو بالسهل الحصول عليها. اي نعم، في امريكا بشكل عام في سيارات كلاسيكيه اكثر من اللي عندنا هنا. الندره تكون في نظافه السياره وحالتها. اي نعم بالضبط. فهو مو بشغله مره سهله يعني، حتى الامريكان لما تجلس معهم تسولف تقول يقول لك كيف لقيت هذه؟ هو بلدهم مو قادرين يحصلون شيء بالنظافه هذه. لكن العشق يوديك، يخليك تتعب عشان تلقى الشيء. كان في سيارات مثلا لازم تصلحها عشان تظهر بهذا المظهر، ولا بتشتريها بالفعل جديده كانها لم تلمس؟ هي غالبا السيارات في اشياء يبيلها تصليح، لكن غالبا نقول 80% منها من حالتها تكون 80% ممتازه. احيانا تحتاج انك تكمل 20% هذه بنفسك. اي نعم. يعني جميل، مهندس لا قوه الا بالله، وبنفس الوقت حتى تصوير اللي انت قاعد تصور، انت بنفسك قاعد تصور صح؟ اي نعم. انا احتراف في التصوير نقدر نقول. كيف جمعت بين الاثنين هذه؟ لاني كنت اشتري بعض السيارات او اعرض بعض السيارات اللي موجوده في امريكا، فالناس ما تقتنع بالصور لان الصور ما هي بواضحه او شيء زي كذا. فقررت اني انا اصور السيارات بنفسي يعني، وشريت كاميرا، ومن هنا بدات الانطلاقه. كنت مره دقيق اني ابين السياره للي بيشتري بشكل واضح وجميل ومرتب. فتعلمت فعلا التصوير الفوتوغرافي يعني، بديت ادقق وبديت اتابع فيديوهات، فتعلمت فصرت انا اصور السيارات بنفسي واعرضها. اللحظة اللي تحول فيها هذا الشغف من إنك تشوف السيارات الكلاسيكية بدأت تقتنيها بشكل شخصي، لين ما قلت أنا لا، أنا حسوي صفحة وأبدأ أتاجر بالسيارات الكلاسيكية. في البداية أنا قابلت اثنين من أصدقائي وأدي لهم تحية، خالد بدر وإبراهيم الحمدان. فلقيت معهم سيارة عجبتني كثير، ركبتها مرة استانست، لقيت شيء يعني من زمان أنا أتمنى أني ألقاه. من هنا رحت عند الشباب، قلت انا ابي سياره، شوفوا لي سياره، هذه فلوسي، خذوا فلوسي جيبوا لي سياره. فهنا كانت الانطلاقه يعني، بدينا نشتري سياره سيارتين، نطلع عليها نصورها، فصارت الناس تطلب هذه انا بشتريها هذه. عقب ارسلنا سياره سيارتين، بعدين من هنا بدات الانطلاقه يعني، انا بديت اشتغل
وبديت اشتري وارسلها للخليج ومشت الامور. يعني لقينا ان في ناس كثير تهوى السيارات بالخليج، مو يعني الهوايه ما يعني ظهروا ناس كثير ما كنا ندري ان الهوايه موجوده بالشكل هذا بالشغف هذا في الخليج الا عقب ما الناس صارت تتابعنا وصار يعجبها اللي نقدمه، فاكتشفنا شيء جديد يعني. وان شاء الله ان بعد القادم اجمل في الخليج بشكل عام، بتصير اجمل. مهندس خالد، خليني اسالك يعني ايش الاشياء اللي انتم تشتغلونها فعليا على السياره، وايش اول سياره انت اشتغلت عليها؟ اول سياره اشتغلت عليها كانت كادلك موديل 84 فليت وود. هي بشكل عام في امريكا الشغل متعب شوي، ما تلقى ناس تشتغل لك السياره مثلا في وقت معين، يعني اذا تبي يخلصها باسبوع ما تلقى. ثاني شيء كان جدا مكلف لان الشغل بالساعه هناك، والشغل في السيارات العاديه ارخص من انك تشتغل في سياره كلاسيك. فمن هنا تضطر انت انك تشتغل بيدك تتعلم. في احد معك يساعدك؟ في البدايه ما كان في كثير يساعدني، لكن مؤخرا اي نعم صار عندي بعض الاصدقاء هناك الزملاء في الدراسه كانوا يساعدوني. انت الان هذا الشغل تحول الى بزنس يعني، وزي ما قلت انه ما شاء الله هواة السيارات الكلاسيكيه في الخليج اكتشفت انه كثير. اي نعم صحيح. الناس يحبوا يقتنوها انها تفضل زينه مثلا في البيت، ولا هل هذه السيارات بالفعل تستطيع انك تسوقها وتواكب العصر اللي احنا فيه وشغاله عادي وقطع غيارها متوفره، خصوصا موضوع قطع الغيار لانه احنا في سيارات قديمه جدا يعني. اي صحيح. هنا في نقطة مهمة ان الناس تحب تشتري عشان برضو تركب وتستانس على السيارة، يعني تطلع تتمشى توري الناس ان عندها سيارة حلوة، شيء طبيعي. عندنا مشكلة ان نظام المرور احيانا يمنع انك تسوق السيارة، فاحنا من هذا المكان يعني نتمنى ان يصير فيه توجه انهم ينظرون لوضع السيارات الكلاسيكية وتسجيلها بحيث انك تقدر تسوقها وتطلع عليها ويعني امورك زينة. بالنسبة للقطع، القطع بشكل عام بعض السيارات الأمريكية القديمة تلقاها في الخليج، مو بصعب. لكن كثير من السيارات الكلاسيكية ما أجزم أنك تلقى قطعها في الخليج، لكن دائما أقول الشباب اللي يشترون مني وبعض المتابعين عندي في الانستغرام أنك تقدر تشتري القطع بضغطة زر من الجوال، يعني زي مثلا بعض المواقع المعروفة تبيع القطع، تكتب بس اسم السياره موديلها وتكتب القطع راح تلقاها. ممتاز. ويوصلونها لي عندك يعني. بس بعض الاحيان ممكن يوصلونها لك خربانه. لا، فيه وارنتي على القطع، في ضمان على القطع. ايه؟ بحيث انه اذا هي خربانه تقدر ترجعها وتاخذ افضل. تستبدلها. اي نعم. اهم واصعب العقبات اللي جاتك؟ اصعب العقبات اللي جاتنا بدايه الشغل كان كنا نتعلم كيف نشحن السياره من امريكا للخليج بشكل عام. هذه كانت عقبه لان طحنا في شركات في البدايه سيئه وتعاملها سيء وكان في تاخير وكنت انحرج مع بعض العملاء، لكن لاحقا لا ضبطت الامور وترتبت الحمد لله. طيب اندر سياره بعتها وكم وصل سعرها؟ اندر سياره او اقدم سياره، اقدم موديل او اندر موديل؟ اقدم سياره 63 ثاندربيرد 1963. حلو. اي نعم. هذه راحت للامارات في 2019. كانت سيارة جميلة جدا يعني. طيب والسعر بناء على ايش؟ السعر بناء على نظافة السيارة وندرة السيارة. يعني اغلى سيارة انباعت كانت بورش 88. هذه سيارة كانت جدا غالية وانباعت. طب ادينا رقم كم يعني؟ تقريبا نص مليون ريال سعودي. يعني نحتفظ بسياراتنا يا ريم، يمكن احفادنا نورثها لهم. اي نعم. سيارة اليوم تكون كلاسيكية بعد 50 سنة أو 70 سنة، ما أدري. بالضبط. لا مو بشرط، يعني في سيارات لها 20 سنة وتظل كلاسيكية ومطلوبة ومي برخيصة حتى. صحيح صحيح. اي نعم. مهندس خالد بن شعيل يعطيك العافية ونتمنى لك التوفيق، وشكرا لتواجدك معنا اليوم. شاكر لكم الاستضافة، يعطيكم العافية. مشاهدينا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل كل ما تود معرفته عن مسارات الثانوية.